بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة والأخوات، من هذا المنبر منبر الفتاوى أود أن أتحدث عن هذه النعم العظيمة، أولها نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الأمن الذي نعيشه. وأقول جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده على هذه العناية الفائقة وعلى هذه العناية المباركة التي ينعم بها المعتمرون والمصلون والحجاج والمعتمرون في بلادنا المباركة. هذه الأجواء تستوجب منا الشكر والثناء لله عز وجل، فنحمد الله ونشكره على هذه النعم. ونود من سماحة الشيخ صالح أن يتحدث على أثر هذه النعم على المسلمين وعلى أهل هذه البلاد خصوصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر النعم واجب علينا لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. الشكر لله أولا وقبل كل شيء على نعمه الظاهرة والباطنة على المسلمين عموما وعلى هذه البلاد خصوصا، بما يسر الله لقادتها وولاة أمورها وفقهم الله من القيام بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للحج والعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام في ليالي رمضان وما يصحب ذلك من أعمال صالحة، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما تبذله هذه الدولة المباركة من تهيئة الزمان والمكان لعباد الله الصالحين من المعتمرين والزائرين لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذل كل ما تتطلبه راحتهم وتمكينهم من عبادة الله التي جاءوا من أجلها، فإننا ندعو الله لهم بالتوفيق والإعانة والتيسير، آمين، وأن يمدهم بنصره وتوفيقه، آمين، فإنها نعمة عظيمة علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله. والشكر على النعم واجب، وهو يتكون من أربعة أركان. شكر النعمة يكون بالتحدث بها ظاهرا، أما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالاعتراف بها باطنا أنها من الله سبحانه وتعالى، وبصرفها في طاعة الله
هذا هو الركن الثالث، صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشكر واجب على هذه النعم الوافرة، لا سيما في هذا الموسم العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن نعمة الأمن أولا ونعمة الإيمان ونعمة الرزق كلها نعم من الله، ونعمة العافية في الأبدان كلها نعم من الله جل وعلا، تستوجب منا الشكر لله عز وجل. ثم نشكر حكومتنا الرشيدة بما تبذله من إمكانيات لتمكين المسلمين في هذا الشهر المبارك من عبادة ربهم وحفظ أوقاتهم في طاعة الله سبحانه، فإنها نعم عظيمة تستوجب منا عظيم الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم الشكر لولاة أمورنا على ما يقومون به من إمكانيات عظيمة وما يبذلونه من إمكانيات عظيمة في سبيل راحة المسلمين عموما وقاصد بيت الله خصوصا، بما توفره لهم من الإمكانيات التي تساعدهم على عبادة الله عز وجل وإتمام ما وفدوا من أجله. فجزى الله الجميع خير الجزاء، ونسأل الله القبول لنا ولهم ولجميع المسلمين. نعم. وأيضا نحن نقول ونحن القائمون على برنامج الفتاوى، نقول لخادم الحرمين الشريفين هنيئا لكم وأنتم في جوار مكة المكرمة، والمسلمون يدعون لكم صباحا ومساء على خدمة الحرمين الشريفين. الشيخ صالح، العشر دخلت علينا والمسلمون يتطلعون إلى الأعمال الصالحة، ما أفضل الأعمال في عشر رمضان؟ لا شك أن هذه العشر المباركة وهي آخر الشهر وأفضل أيام الشهر وترجى فيها ليلة القدر وهي ختام الشهر، لا شك أن لها فضائل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بأعمال لم يكن يعملها في أول الشهر، وذلك أنه إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر في مسجده، كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، والاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو سنة نبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها إلى أن توفاه الله عز وجل. فهذه العشر تجتمع فيها فضائل عظيمة، أولا أنها ختام الشهر، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها باجتهاد في العبادة أكثر من غيرها، ثالثا أنها ترجى فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فهذه عشر مباركة جعلها الله سبحانه وتعالى ختاما لهذا الشهر المبارك، فالمسلمون لا يزالون يتنقلون من خير إلى خير ومن عبادة إلى عبادة، وهم مغتبطون بذلك والحمد لله، وهذا من توفيق الله ومن نعم الله، وأعظم شيء يمكنهم من ذلك
أمران. الأمر الأول الأمن الذي هو ضد الخوف، الأمر الثاني حصول الرزق الذي يستعينون به على طاعة الله، وكلاهما متوفر. والله جل وعلا يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإبراهيم عليه السلام دعا بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فالله جل وعلا من علينا بنعم عظيمة، لكن الشكر علينا متعين وواجب، وهو يبقي هذه النعم، فالنعم تبقى مع الشكر. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنها تزول إذا لم تشكر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. يقول السائل: هل الصدقة تضاعف في العشر الأخيرة من رمضان شيخ؟ الصدقة تضاعف دائما، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكنها يزيد تضعيفها وأجرها في هذا الشهر الذي هو شهر الخير، شهر إطعام الطعام وشهر الصدقات والخيرات، مما يعين الصائمين على صيامهم والقائمين على قيامهم، وهذا من التعاون على البر والتقوى. فالمسلمون والحمد لله بخير وإلى خير إن شاء الله. نعم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج يظهره الزميل معجب الدوسري على الشاشة لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ صالح فوزان، وتليفون البرنامج 011-442-83-13 011-442-83-13. فضيلة الشيخ، الصلاة والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، ما مدى صحة هذا الحديث؟ نعم، الحديث وارد ومعروف أن الصيام يشفع لصاحبه، فيقول: يا ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. والقيام يقول: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان لصاحبهما يوم القيامة. نعم. ما حكم من ترك أربع جمع حيث يجعل من هذه الجمع سفر لبلده فضيلة الشيخ، وهو يتنقل ولكنه يسافر يوم الجمعة؟ السفر يوم الجمعة إن كان قبل الزوال فهو مكروه، إلا إذا كان يصليها في طريقه مع الناس. وأما عند الأذان الأخير فإنه يحرم السفر، عند الأذان الأخير الذي بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر يحرم السفر حينئذ حتى يصلي الجمعة. نعم. تفضل يا عبد الله من مكة المكرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا طويل العمر، أنا أغسل كلى طال عمرك. نعم. ومعايا السكر والضغط، وأيام الغسيل أفطر، والأيام اللي ما عندي غسيل أصوم فيها، كيف القضاء وأنا آخذ علاجات كثيرة طال عمرك؟ طيب، شكرا. شكرا. نعم. إنه يغسل الكلى وعنده سكر وضغط، فضيلة الشيخ يقول: أيام التغسيل أفطر، وكيف يكون القضاء بعد رمضان؟ القضاء بعد رمضان موسع والحمد لله، على حسب استطاعتك. إذا استطعت القضاء فإنك تقضي ما بينك وبين رمضان القادم. نعم. ما حكم الشيخ قول الخطيب في نهاية الخطبة في يوم الجمعة: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله؟ لا داعي لهذا، هذا شيء حدث أخيرا، ما كان معروفا في علمي، ما كان معروفا من قبل.
هم سيقومون بلا أنه يأمرهم بذلك. نعم يا شيخ، يقول هذا الأخ يحرص أئمة المساجد على ختم القرآن، فأيهما أفضل، الدعاء في آخر ركعة من صلاة القيام في نهاية الشهر أم في الشفع والوتر؟ دعاء ختم القرآن غير دعاء القنوت. نعم، دعاء ختم القرآن عند نهاية القرآن. طيب، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد. أيه؟ إذا فرغ من القرآن فإنه يدعو بدعاء الختم، وأما القنوت فيكون بعد الركوع من الوتر. نعم. يسأل عن فقرة أخرى عن زكاة الفطر، ما حكم إخراجها مبكرا في العشر الأخيرة؟ زكاة الفطر تخرج عند قبل صلاة العيد، تكون قبل أن يذهب لصلاة العيد، هذا وقتها الأفضل، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط، ولا يجوز تقديمها أكثر من ذلك على يوم العيد. نعم تفضل يا محمد من حفر الباطن. السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاك الله خير. أنا عندي استفسار، الوالد عنده قصور في وظائف الكلى، فقال الدكتور ما تصوم، فبيسأل عن كفارة شهر رمضان، صيام 30 يوم. طيب، وهل يجوز أن يعطيها عائلة كاملة بدون عدد، ما أعرف أعدادهم كم العائلة بالضبط، فأبي أتصدق المبلغ مالي أو أني أشتري لهم، فبعرف كم المبلغ المالي هذا بالضبط الكفارة أساس أني أشتري الكفارة. واضح السؤال، شكرا يا محمد. والده عنده قصور في الكلى وما صام هذا الشهر يا فضيلة الشيخ، يسأل عن الكفارة، هل يعطيها عائلة كاملة، وكيف تخرج عن هذا الوالد الذي لم يصم للكلى؟ إذا كان يستطيع القضاء ولو متأخرا فإنه يقضي إذا استطاع، ولو تأخر القضاء والحمد لله موسع. أما إذا كان لا يستطيع القضاء ومرضه مزمن ولا يستطيع القضاء، لا يستطيع الصيام معه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف من الطعام، يدفعه جميعا أو مفرقا، يدفعه لعدة فقراء أو لفقير واحد، المهم أنه يطعم عن كل يوم مقدار كيلو نصف من الطعام. نعم. يقول ما فضل ليلة القدر، وماذا أقرأ من الدعاء يا فضيلة الشيخ فيها، سواء في السجود أو أرفع يداي؟ ليلة القدر نوه الله بشأنها في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر، وألف شهر 83 سنة وأكثر وزيادة أشهر، إذا لو قضى هذا العمر في العبادة فإن هذه الليلة تعادل عبادة ألف شهر، هذا فضل من الله من به على هذه الأمة. نعم. هذا يسأل يقول: قمت باستخدام الغراء أو ما يسمى باللاصق الصمغ، وبغير قصد أصاب أصابعي، حيث إن هذا الصمغ شيخ لصق بشكل فوري، فأصابني الشك واستشكل علي هل هو عازل للوضوء، علما بأنني استخدمت مادة مزيلة دون جدوى. نعم، هو عازل للوضوء، يجب عليك إزالته، وإزالته ليست متعذرة ولا متعسرة، تزيله بما يزيله من المواد، أو تذهب إلى المستوصف الطبي ويزيلونه عنك. نعم. يقول: هل حديث لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر صحيح؟ ما سمعته ولا قرأته. نعم. بالنسبة للطفل فضيلة الشيخ الذي ببطن أمه، هل تدفع عنه زكاة الفطر؟ يستحب ذلك، يستحب، ما يجب، لكنه يستحب، كما فعله عثمان رضي الله عنه. نعم.
هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للذي يريد أن يسافر ويدفع زكاة الفطر، هل يوكل فضيلة الشيخ أحد من أقاربه؟ وإذا نسي الموكل ماذا يلزمه؟ نعم، يجوز له أن يخرجها بنفسه، ويجوز أن يخرجها مع بواسطة وكيله، ولكن لا تخرج إلا يوم العيد أو قبل العيد بيومين، وإذا نسيها يخرجها حتى ولو تأخرت، لا يتركها، يجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد، لأنها دين في ذمته. نعم. هذا يقول أرغب بالراجح من الأقوال في إخراج زكاة الفطر نقودا، وهذا أيسر، يقول الشيخ. لكن السنة يجب العمل بها، أن السنة ما أمرت بإخراج النقود، وإنما أمرت بإخراج الطعام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الطعام في صدقة الفطر، مقدار ساع بالصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، ولا تخرج من النقود، هذا خلاف السنة. نعم. أبو مهند، تفضل يا أبو مهند معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السماعة لو سمحتم أرفع عليه شوي، تفضل. شيخ صالح، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا سوري مقيم في السعودية، كيف يعني نعطي زكاة الفطر يا شيخ؟ هل نعطيها يعني هنا ولا في سوريا ولا كيف؟ هذا سوري مقيم في السعودية يسأل عن زكاة الفطر، هل يخرجها هنا أم ببلده؟ يخرجها هنا، لأن زكاة البدن، فالبلد الذي هو فيه يخرجها في فقرائه، وإذا أرسلها أو وكل من يخرجها في بلده فلا بأس بذلك. السؤال الثاني يا شيخ، أنا سائق متنقل وتوقفت في احدى يعني عند احدى الشركات، ويبدو ان المؤذن تاخر. انا عندي برنامج المؤذن، اذن في جوالي واثرت على المؤذن في جوالي، وبعد ما دقيقتين تقريبا حتى اذن المؤذن في هذه الشركه على الطرقات السريعه يا شيخ. طيب. سائق يقول أنا سائق متنقل وأفطر يا شيخ على جواله، وسمع الأذان بعد دقيقتين من الشركة الذي يجلس فيها. إذا كان أفطر قبل غروب الشمس، الأصل بقاء النهار، فإذا كان ما تأكد من غروب الشمس فلا يجوز له الإفطار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا كان أفطر قبل الغروب فإنه لم يتم صومه، فيقضي هذا اليوم. نعم. رجل يا شيخ صار عليه حادث سيارة، أغمي عليه فترة، مر خلال ذلك في شهر رمضان، مر عليه وهو مغمى عليه، فهل عليه قضاء الصيام والصلاة؟ كم مدة الإغماء؟ مدة يقول الشهر كاملا. كل الشهر؟ نعم يا شيخ. لا، ليس عليه صيام ولا عليه صلاة ما دام انه أغمي عليه ولم يستيقظ وطال مدة الإغماء. نعم. فإنه يبدأ من جديد، إذا عافاه الله يبدأ من جديد. نعم. يقول يا شيخ: أيهما أفضل، له سؤال ثاني، أفضل أضحية عن الميت أم الصدقات في العشر من ذي الحجة وعشر رمضان؟ كل شيء له وقت، الأضحية لها وقت، وهي أفضل في وقتها من الصدقة بثمنها، لأنها شعيرة، والصدقة وقتها موسع، أما الأضحية فوقتها محصور في أيام العيد، وفيها فضل عظيم، وهي ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. يقول بعض الناس يا شيخ يؤخر الصلاة لبعض الظروف كالزحام في السيارات، أو ربما في الوظيفة إذا كان متأخر، أو ربما جاء ظرف أو حل به أمر فيؤخر الصلاة حتى يخف. إذا كان هذا الأمر يشغله عن الصلاة فله أن يؤخر إلى أن
يذهب عنه هذا الشاغل ثم يصلي، وهذا عذر شرعي له. نعم. خالد من الدوادمي، تفضل يا خالد. عليكم السلام. كيف حالك؟ حياك بس الشيخ لو سمحت. تفضل. انا عندي شو اسمه صلاه التهجد، هل صلاه التهجد والقيام فيها سجود سهو؟ انا اختلف عندنا جماعه المسجد وزي كذا، عندنا امام جديد علينا ولد شباب سووه، يعني ركعتين يقوم بعد الركعه الثانيه يقوم للركعه الثالثه وزي كذا. يقول هل يخص؟ نعم نعم نعم. في صلاة التهجد والقيام فضيلة الشيخ، هل يكون فيها سجود للسهو؟ نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، إذا قام إلى الثالثة يجلس ويسجد للسهو بعد السلام أو قبل السلام. نعم. صلى الناس جماعة مع إمامهم وكان هذا الإمام مستعجلا، ربما ركع ولم يسمع الركوع ولم يعرفوا بعد ذلك إلا في سجوده، فسجدوا ففاتهم الركوع. على هذا الإمام أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يسمع المأمومين التكبير والقراءة في الجهرية ويطمئن ولا يستعجل فيفوت عليهم صلاتهم، لأنه ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام ضامن يضمن صلاة من خلفه ويتحمل صلاة من خلفه، عليه أن يتقي الله سبحانه وأن يطمئن في صلاته وأن يسمع المأمومين التكبير والقراءة في الجهرية. نعم. يقول ما الحكمة يا شيخ من تشريع زكاة الفطر، وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء؟ الحكمة أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، تطهر الصائم من اللغو والرفث الذي قد يأتي منه في أثناء الصيام، ويجوز أن يدفع فطرته زكاة فطره إلى شخص واحد أو إلى عدة أشخاص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول في رمضان هذه السائلة أم عبد الله، اشتريت ذهب وشيء من الفضة عن طريق خدمة الشبكة، فخصم البائع المبلغ الذي له. أنا لا أعرف الطريقة التي تم البيع بها، فعليها أن تتأكد من الطريقة وتذكر الطريقة التي تم البيع بها ويحصل الجواب. نعم. تفضل يا عائض من الطائف معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حالك يا شيخ صالح؟ خير الحمد لله. والدي كبير سنه واخذت عنه عمره 5000 صحيح؟ والده كبير السن وأخذ عنه أمس عمره يا فضيلة الشيخ. إذا كان لم يعتمر أديت عنه عمرة الإسلام، وهو لا يستطيع أنه يؤدي عمرة الإسلام، ولو أنه يحمل ويؤديها عمرة الإسلام لا بد أن يأتي بها، وإذا لم يستطع المشي يحمل ويؤدي العمرة. أما إذا كان ما يستطيع ولا يستطيع أن يحمل ولا يستطيع الركوب، أو مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، فإنك تنوب عنه في يوكلك هو وتؤدي عنه عمرة الإسلام، ينيبك هو وتؤدي عنه عمرة الإسلام. نعم. يقول ما المراد بأخذ الرخص في السفر فضيلة الشيخ، وما مثالها؟ الرخص الشرعية التي رخص الله بها للمسافر من الإفطار في رمضان ومن قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين. نعم، هذه الرخص الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة لأفضل الدعاء لمن أدرك العشر يا شيخ صالح؟ الدعاء مفتوح يا أخي، الدعاء باب الدعاء مفتوح، تدعو بما ورد من أدعية الكتاب والسنة
وما يوافق ما ورد في الكتاب والسنة. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ يقول: أحيانا أدخل المسجد في رمضان وفيه ناس يقرؤون القرآن، إلقاء السلام على هؤلاء يا شيخ؟ لا، إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا تلقي السلام عليهم، لأنهم مشغولون بقراءة القرآن وربما تشوش عليهم. نعم. يقول الشيخ صالح: إذا رأى الطبيب أن يصلي المريض جميع الصلوات في بيته وأيضا على كرسي يا شيخ، هل يأخذ بأمر الطبيب؟ نعم، إذا كان ذهابه إلى المسجد يؤثر عليه ويؤثر على علاجه فإنه يأخذ برأي الطبيب في هذا. نعم. هذا يقول: شخص يا شيخ يصلي ويصوم رمضان كاملا ولكنه ينام عن بعض الصلوات ثم يصليها بعد خروج الوقت، لا يجوز له أن ينام عن الصلاة ويقول إذا قمت صليها، هذا متعمد. لكن لو غلبه النوم هو يريد الصلاة ولكن غلبه النوم فإنه معذور، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. أما من يتعمد النوم عن الصلاة ويقول صليها إذا استيقظت فهذا لا يجوز، وهذا ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها. نعم. وأيضا ترك صلاة الجماعة. نعم. والجماعة واجبة. نعم. محمد من المدينة لديه ثلاثة أسئلة، عطنا الأسئلة. السؤال الأول يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. عندي سؤال. عندي أخي ينام عن صلاة الظهر. نعم. نوم صحي ما يستيقظ، هل يجوز الصلاة خلفه؟ يصار إمام يصلي فيه إمام أحيانا حنا مع الطريقة وكي، هل يجوز الصلاة؟ هو يصليها مع العصر، إذا صح العصر يصليها. طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني عن زكاة المال، هل تدى للفقراء يعني اللي محتاجين أوضاعهم وسط، اللي عندهم شؤون أو الضمان الاجتماعي من الأقارب؟ طيب، والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث، أنا أكلت وطلع واحد، أنا ما سمعت الأذان، كنت أشرب مويه في رمضان، طلع واحد وقال الأذان كده أذن كده يذن، هو تو في بداية الأذان، وقفت الشرب وطلعت لما سمعت الأذان خرجت لي في فمي من المويه بجيت. طيب، برا. واضح سؤالك. واضح. هذا السؤال. أخوه ينام، شكرا. أخوه ينام عن صلاة الظهر يقول وهم جميعا، هل يجوز أن يصلي به إذا قام يا شيخ؟ لا، إذا تعمد النوم يقول متى ما قمت صلي فهذا لا يجوز له، وقد لا تقبل صلاته إذا صلاها لأنه تركها متعمدا من أجل النوم. وأما إذا غلبه النوم وهو يريد القيام لكن غلبه النوم فهذا معذور، إذا استيقظ يصلي ويصلي بهم لا بأس. نعم. يقول يا شيخ: بالنسبة لزكاة المال، هل نعطيهم لمن عندهم ضمان أو فقراء؟ تعطيها للذي دخله لا يكفيه، إذا كان دخلهم يكفيهم فلا تجوز لهم الزكاة ولا تجزي إذا دفعتها لهم وعندهم ما يكفيهم. أما إذا كان دخله لا يكفيه أو ليس له دخل فهذا من أهل الزكاة. نعم. يقول يا شيخ: بأنه شرب ماء وهو يؤذن، إذا كان الأذان على طلوع الفجر فإنه قد أخطأ في هذا ولا يعود لمثل هذا. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن بعض الآيات وبعض في بعض السور، يقول في الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نعم، الآية واضحة أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكنه جعل للعبد اختيارا وقدرة يستطيع بها أن يؤدي العبادة فإذا تركها وهو يقدر عليها فإنه مؤاخذ، أما إذا تركها لأنه لا يقدر عليها
فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. يقول لي أخت تعبت علينا فضيلة الشيخ في شهر رمضان، فذهبت بها لبعض الرقاة وخصوصا الذين يقرؤون على النساء، فما حكم بذهاب المرأة للرقاة؟ إذا كان الراقي من أهل العلم ومن أهل التقوى ويرقي المرأة وهو لا يمسها ولا يقربها وإنما ينفث عليها من بعد، فلا بأس بذلك وهي متسترة ومتحجبة. نعم. أحسن الله إليكم. في الآية الثانية يا شيخ يقول: ولا تكونوا كالتي، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم، ينهى الله عباده أن يبطلوا أعمالهم التي عملوها، وضرب لذلك مثلا بالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي يقولون إنها امرأة في مكة كانت تغزل أول النهار ثم تنقضه آخر النهار، هذا من الحمق. الله نهى عن إبطال الأعمال وضرب لذلك مثلا. نعم. تفضل يا محمد معنا على الخط. تفضل محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير جميعا. شلونك يا شيخ؟ خير الحمد لله. الله يعافيك يا شيخ. عندي سؤال واحد يا شيخ. أنا زوجتي في الشهر التاسع شهر هذا يا شيخ، وعندها نقص في الدم، يعني عندها الأنيميا وعندها نقص أيضا في الكالسيوم، فاجتهادا مني يا شيخ أمرتها أنها لا تصوم، يعني مني أنا يعني، فهل اجتهادي هو صحيح؟ هل أسمع على الشيء ذا ولا لا؟ إذا كانت لا تستطيع الصيام أو يشق عليها فلها أن تفطر، لأن الله رخص للمريض أن يفطر ويقضي من أيام أخر. وأما إذا كانت تستطيع الصيام فلا يجوز لها أن تتركه، ولا بد من مراجعة الطبيب في هذا، هل إن الصيام يؤثر عليها أو لا يؤثر. نعم. شكرا لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن حكم مرور المصلي، مرور الإنسان بين يدي المصلي، وإذا لم أستطع المنع ماذا يجب علي؟ الذي يصلي خلف إمام، سترة الإمام سترة له، فلا يمر من أمام ستر، يعني من أمام الإمام بينه وبين سترته. وأما المأمومون فإنه لا بأس أن يمر من بين الصفوف، خصوصا إذا احتاج إلى هذا، وسترة الإمام سترة لهم. نعم. يقول: ما الأفضل يا شيخ، قراءة القرآن في رمضان في المسجد أو في البيت بالنسبة للمأموم؟ قراءة القرآن في كل مكان يناسبه ويتيسر له، في المسجد أو في البيت، وقراءة القرآن في المسجد أفضل، لأنه محل الذكر ومحل تلاوة القرآن، وأيضا هو فيه السكينة وفيه الملائكة، قراءتها في قراءة القرآن في المسجد أفضل، وقراءتها في البيت أيضا فيه فضل، وهو بذلك يطرد الشيطان من بيته. نعم. يقول: ما المقصود بالأمانة في الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها؟ المراد بالأمانة أمانة الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، التكاليف الشرعية، هذه المراد بالأمانة في هذه الآية. نعم. يقول في فقرة له: بعض الناس فضيلة الشيخ يكتب مقالا أو قصة، ما خطر الكلمة فضيلة الشيخ، وما المطلوب على المسلم في ذلك؟ نعم. يسأل عن الكلمة وكتابة المقال، وكيف يراعي الله عز وجل في ذلك؟ المقال إن كان ينقل خبرا فلا بد أن يكون صادقا ويتأكد منه ويكون في نقله مصلحة أيضا،
أما إن كان هو ينشئ المقال من عنده وبما يسمونه القصة أو أدب القصة فهذا لا بأس به، وإن كان الأفضل أن يشتغل بما فيه فائدة وما فيه خير. نعم. أبو تركي له سؤالان، تفضل أبو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير، حياك الله. سؤالك الأول. السؤال الأول، طال عمرك عندي ولدي عمره 30 سنة وعنده تخلف وبديم الجسم شوي ويمشي على عكازات، هل تسقط عن فريضة الحج أو أحجج عنه أو أحج عن أنا؟ مع العلم عندي له فلوس. طيب والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني، السؤال الثاني فلوسه عندي، بعض الأحيان ينقص حاج شرط حاجات ولا شيء ينقص عليه فلوس، واخذ من فلوسه وسجلها على أني رجعها، هل في ذلك شيء؟ طيب عنده ولد في 30 شيخ، عنده تخلف وبدين ويمشي على عكازات، من جهة فريضة الحج هل تسقط عنه؟ لا ما تسقط عنه، يحج به محمولا، يحمل في الحج الحمد لله ويؤدي الحج محمولا في الطواف والسعي، وأما بقية الشعائر مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت في منى هذه يفعلها هو بنفسه ولا تشق عليه. نعم. يقول فلوسه عندي أشري له بين الفينة والأخرى أشياء فأخذ منها وأرجع ما تبقى لحسابه. إذا كنت ترجعها وأنت والده، الوالد يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. نعم. يقول الشيخ، من حج متمتعا ثم بعد العمرة تحلل بعد التقصير من رأسه ويريد أن يبقى على لبس إحرامه وذلك لقرب ذهابه إلى عرفة، لا بأس بذلك، إذا تحلل بالنية وفرغ من العمرة وأبقى عليه ملابس الإحرام ليحرم بالحج فلا بأس أن تبقى عليه، ولكن كونه يخلع ملابس الإحرام ويتحلل تحللا كاملا أفضل له. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للزوج، يقول هذا سوداني مقيم بجدة، هل له أن يغيب عن زوجته أكثر من 7 أشهر وذلك لطلب الرزق لهم؟ إذا كان محتاجا لذلك وهو يطلب الرزق له ولهم فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل أبو عبد الله، أم زوجتي يا شيخ تشحن زوجتي، وزوجتي مطيعة لي تشحنها بالطلبات، وأنا راتبي ضعيف وأريد أن أقوم بطلاقها لكثرة تدخلات الأم. الطلاق يلجأ إليه عند الحاجة، وهذا ليس بحاجة، عليك أن ترضي الأم وأن تصلح شأنك معهم والله جل وعلا يعينك. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت وهي خارجة عن رمضان، يقول أنا أريد أن أدرك الخير مع الناس وأضحي، فكل سنة أشتري أضحية بالأقساط وأضحي وأسدد هذه الأضحية بعد 3 أشهر. لا بأس بذلك، إذا كنت تسجل هذا وتسدده فلا بأس، يجوز أن يستدين الإنسان أو يقترض ويذبح الأضحية لأنها شعيرة سنة مؤكدة. نعم. تفضل يا فيصل معنا على الخط. السلام عليكم يا فيصل. عليكم السلام. تفضل سؤالك. سؤالي طويل العمر، أنا طويل العمر أداوم في الجبيل. داوم في الجبيل. في الجبيل. نعم. وأهلي في الحسا. وأهلك في الحسا. نعم. ودوامي من الأحد إلى الخميس. نعم. هل يجوز لي قصر أو ما يجوز؟ واضح السؤال يا شيخ. نعم. يقول يداوم في الجبيل يا شيخ، أهله في الحسا ويداوم من الأحد إلى الخميس، الصلاة هنا في القصر والجمع في الجبيل ومقر العمل؟ لا، لأنه يقيم أكثر من 4 أيام، من الأحد إلى
الخميس إلى الخميس أكثر من أربعة أيام، فلا يقصر ولا يجمع في الجبيل. نعم. سؤالك الثاني، شكرا بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، ثواب الأعمال ومنها الصيام والصلاة وقراءة القرآن، هل تصل للميت في باب إهداء ثواب الأعمال في هذا الشهر؟ الصلاة لا، لأن الصلاة عمل بدني لا تدخلها النيابة، فلا يهدي ثوابها للميت أو غيره، وإنما الصدقة والدعاء هذه هي اللي يهدي ثوابها للغير. نعم. يقول يا فضيلة الشيخ، ما الشروط لقبول العمل الصالح حفظكم الله؟ شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا نية لغير الله. الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدعة، لأن البدع مردودة لا تقبل. نعم. تقول، لم أصم رمضان لظروف صحية وفضيلة الشيخ، وستدخل علي الست، ما هل أبدأ بالقضاء أم بالست؟ البداية بالقضاء ألزم وأحسن. نعم. يقول هذا السائل أبو خالد، أنا في حديث، أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما الآخر. نعم، هذه المعية الخاصة، الله جل وعلا ثالث الشركاء بمعنى أنه معهم يسددهم ويعينهم ويبارك في مسعاهم إذا لم يخن أحدهما الآخر. فإذا خان أحدهما الآخر تخلى الله عنهما عقوبة لهما. نعم. تفضل يا منصور من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. في طويل العمر، عندنا سائق قبل 8 شهور أسلم. نعم. برغبة منه، لكن من 8 شهور لم أره يصلي، مع أني كم مرة نبهنا عليه أننا نسمع معنا، هل يجوز إعطاه من زكاة الفطر؟ بس هذا السؤال. طيب، هذا سائق أسلم قبل في رمضان فضيلة الشيخ برغبة منه قبل 8 شهور، ويقول فضيلة الشيخ لا نراه يصلي الآن، فزكاة الفطر هل تعطى له؟ ما أمرتموه بالصلاة؟ لو أمرتموه بالصلاة أمرنا بالصلاة. وعصى؟ ما عصى، بس إن شاء بس كذا يعني. إيه، عصى معناه ما فعل ما أمر به، ولا يعطى من زكاة الفطر لأنه لا يصح إسلامه وهو متعمد لترك الصلاة. نعم. شكرا الله. بارك شكرا الله فيك. شكرا. فضيلة الشيخ، ورد حديث خير الأسماء ما حمد وعبد، هل هذا حديث؟ لا، ما هو بحديث هذا. خير الأسماء، الحديث الوارد خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا الحديث الوارد. أما ما عبد وحمد هذا حديث على ألسنة الناس وليس له أصل. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم على علمكم، وأيضا هذه الفتاوى القيمة التي استمعنا فيها والإجابات المسددة من الكتاب والسنة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، ورفع ذكركم في الدارين.